ثاني او ثالث في الجيل. طبعا المنحة ادلجت الثقافه، واليوم اكتملت ادلجه الدين. اصبح العلاقه بالدين علاقه ملتبسه، والعلاقه بما هو ثقافي ايضا علاقه ملتبسه. اذا لم نفصل بين الادلج والواقع او بين الادلج والحقيقه، يعني نعيش دائما في مشكلات معقده، وبتكون ثقافتنا بعتقد ثقافه غير صحيه، وحتى ايماننا الديني يكون ايمان غير صحي. بهالمعنى انا قلت واقول انه الواحديه بالتراث العربي لا تفصح عن حقيقه الواقع العربي، لانه في الاصل كانت الكثره وليس الوحده. بيت الواحد، خذوا الشعر ما قبل الإسلام، يعني امرؤ القيس عالم شيء، وطرف بن العبد عالم شيء آخر، وعروه بن الورد عالم شيء آخر. وهذا على سبيل المثال. خذوا العصر العباسي، أبو نواس عالم، وأبو تمام عالم، والمتنبي عالم، وأبو العلاء المعري عالم، إضافة إلى المتصوفين على الرغم من أن التسلية تجمعهم، وإضافة إلى الفلاسفة أيضا. الواحدية ظهرت وتماسكت واستمرت في ما يتعلق بالفقه فقط والشرع، يوصيهما ثقافة لا يوصيهما دين. وإذا في الأصل الذي كان التنوع وكان التعدد وليس الواحد حتى في التراث العربي، لكن الأدلجي جعلت هذه الثقافة واحدية. وعندنا ميل حتى الآن كما تعرفون جميعا إلى هذه الواحدية. هلا فيما يتعلق بالعمل الابداعي، بالعمل الفني، هذه مساله تتعلق بكل فنان. انا من القائلين انه ما في نوع مستقل عن الانواع الاخرى استقلالا كاملا، يعني تاخذ قصيده فيها صوره، فيها موسيقى، إلى جانب اللغة. يعني كل عمل فني تأخذ لوحة فيها البعد الهندسي، فيها شكل معماري، وفيها علاقات الكتل والخطوط والألوان، فيها أبعاد موسيقية أيضا. وإذا كل عمل فني حقيقي وعميق متعدد على هذا المستوى، فهذا بيتيح لنا أنه نكسر الحدود الفاصلة بين الأنواع، بين التشكيل باللون، والتشكيل بالشعر، والتشكيل بالموسيقى. ولذلك الفنان بطبيعته كثير وليس واحدا، وبكونه كثيرا ممكن يكتب رواية، ممكن يكتب شعر، ممكن يكتب دراسة، ممكن يكتب يعمل لوحات فنية. ومعظم في هناك شعراء كبار في العالم كله مارسوا هالاشكال والتنوعات الادبيه مختلفه. لكن الاهم من ذلك انه نستطيع نتوصل الى عمل فني فعلا تتقاطع فيه الانواع كلها، الى جانب تقاطع انواع المعارف. يعني انا بحلم بقصيده مثل قصيده هوميروس او مثل قصيده جيلجامش، يكون فيها الحلم والفلسفة والواقع والشعر والمكبوت وغير المكبوت والتاريخ والجغرافيا، بحيث انه اذا دخلت في قصيدي ادخل في شريحة كاملة من العالم. هذا لا نزال نفتقر اليه في كتابتنا العربية، لا تزال كتابتنا العربية كتابة خيطية، وقد
أصيبي خيط وراء خيط وراء خيط، وهالخيط سابح بأفق سطحي. العلاقات المعقدة الشاقولية أو العمودية ضعيفة جدا في كل كتاباتنا، سواء كانت نثرا أو شعرا. أنا بعتقد هيدا من نواقصنا الإبداعية، سواء على مستوى المعرفة أو على مستوى الممارسة. حتى ما نقول الوحدية الدينية، ممكن الوحدية الدينية لها علاقة كبيرة بهذا الموضوع، لأنه نحن ربينا بثقافة نتعلم فيها كلنا أنه هناك رسالة إلهية واحدة هي خاتمة الرسالات، ينقلها نبي هو خاتم الأنبياء، وتحمل حقيقة هي خاتمة الحقائق. ممكن يكون هذا له أثر كبير دون الدخول بتفاصيل. لكن أستاذ ليس هذا